شوية كده مرحبا واهلا
عقد رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك لقاءات مع قياديين بقوى الحرية والتغيير بمنزل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وذلك في إطار تحركاته لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أبدى الحضور ترحيبهم باللقاء الذي تم خلاله مناقشة المهام الصعبة التي تنتظر الفترة المقبلة. هي مرحلة تتطلب وضع الأولويات لحل قضايا السودان التي يعاني منها المواطن السوداني، وفي مقدمة ذلك تحدث كل المتحدثين بأن السلام هو الأسبقية، بأن السلام هو قضية السودان القومية، وبأن السلام يجب أن يحظى بكل جهود أبناء الوطن. المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير نرحب بخيار الشعب السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ونؤكد أننا على استعداد بكافة ما يمكن أن يقدم من وثائق وقراءات وعون كبير جدا في المرحلة الجاية. ووفقا للجدول الزمني المحدد، سيعقد أول اجتماع بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء في الأول من الشهر المقبل، ما يعني أن أمام حمدوك أياما معدودات لتشكيل حكومته، ويعتبر المجلس السيادي الخطوة الأولى على طريق تنفيذ الوثيقة الدستورية التي تنص على تعيين بقية مؤسسات الحكم خلال الفترة الانتقالية، والتي ستمتد لمدة تصل لنحو 39 شهرا. ومن الخرطوم ينضم إلينا أحمد العربي مراسل الغد. أحمد، أطلعنا إذن حول تفاصيل أكثر حول هذا اللقاء الذي جمع بين عبد الله حمدوك وبين الصادق المهدي قبل قليل. نعم منى، هي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واختار كل زيارة لمنزل المهدي زعيم حزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير، وأيضا رئيس نداء السودان إحدى كتل قوى الحرية والتغيير، وآخر رئيس وزراء منتخب. الزيارة لها مدلولاتها كثيرا، حيث أن حمدوك التقى فيها بالصادق المهدي وعدد من قيادات قوى الحرية والتغيير، حيث تحدث المجتمعون عن معايير اختيار مجلس الوزراء ووزراء المرحلة القادمة، بالإضافة إلى خطة عمل حمدوك للفترة القادمة التي تحدث فيها عن أولوية السلام والأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى بقية الملفات وتعزيز دور المرأة في المجتمع السوداني وعدد من الأشياء التي ذكرها حمدوك بالأمس عقب أدائه القسم رئيسا للوزراء، حيث تحدثت وتحدث بالإنابة عن الصادق المهدي فضل الله برما وهو النائب رئيس حزب الأمة، عن أن الرسالة هي مفادها أن توحيد الرؤى، وأيضا مزيد من المشاورات لاختيار حكومة أعمال يمكن أن تنجز المهام الموكلة لها من خلال الفترة الانتقالية وعدد من الملفات. Thank you.